السلام عليكم متابعين ديالي، يا احلى ناس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره بصحه؟ هانتوما يلا ندخلوا للكوزينه ديالي اليوم، نشوف شنو باغا ندير. كيف ما شفتوا الخوت ديالي، هذا الحوت جبته سي، هذه بغيت ندير واحد الشلاضه بالخضره بطاطا بكل شيء. نطلبكم تتابعوا معايا، وفضل الله ليس امرا، ديروا جيم، واللي ما مشتركش يتشترك، ولا جات عليك فضل الله ليس امرا اللي قد يتبع الفيديو من الاول حتى الاخر. وها هي ان شاء الله، يلا هاتوا تابعونا، واحد الاكله زويونه ديال الصيف تقدوا ديوها معكم للبحر. هاتي اختي تصف سلطيه ديال الطوماطيش، سلطه ديال المطيشه، دايره فليفله تيتشواو، فلفله حمراء، فلفله خضراء، باش نصوب الشلاضه ديال ها نتوما تشوفوا فالطه خاصه واحد شويه ها نتوما. المهم شي 5 دقائق هكاك. ها الفلفله كيفاش دايرها، الحمراء والخضراء تنشوفوا فيهم. هذا الزيتون، هذه المهم مطرقوصه هاد الشلاضه. ها نتوما تابعوا معايا داك الشيء اللي درتو، انا متابعه مع الخواتات ديالي. دابا تنديرو في الماكلة ديال الصيف الخوت ديالي، سمعتيني اللحم وعيينا منو، الحمد لله والشكر لله، راه ولينا عيطا نتهربو منو والله، ولينا باغيين عيش شي حاجة خضرا. داك شوية د الحوت تا هو واقيلا غنصوب هاد الشي، هدا نديرو في واحد السوبيرات، وراه حنا غادي نمشيو للبحر. غنهز البصلة سعدي بحبابي هرسو بابي يا مي. جاو عندنا واحد لافامي من ألمانيا، عائلة ديالي، إيوا راه قالك يلاه نمشيو للبحر، قلنا يا بسم الله. اليوم السبت، ما تخدمش أنا السبت والحد. هذه بصيلة، هذه بصله صغيره تعجبني انا، تجبي ربع مع الطوماطي. والله الا شحال الخوت ديالي ما بقى درت لا فيديو، كنبغيكم تدعمونا، دعمونا واحد شويه، طلعوا حنا نحسوا باش ندصروا، باش علاش كيفاش ندصروا، باش كنا حنا نديروا فيديو بحالنا بحال العائلات بحال الناس بحال ملي تنشوف يلا داخله عندي 10 دايرين جيم، 6 ولا 5 والشي الاخر ما داير جيم، يعني نونسي واحد الحاجه ما تعطيكش الشقا، انا تنوض تعاود تصور صافي، تتقول انا اللي كنت غنصور اللوح وحتى حاجه ما طالعه، احسن ليا انا نشد راحت نفسي، راه هذا الشيء فيه المحنه، شنو تسحبوا اختي، راه والله الخاصان تتشرفي العذاب. هانتوما اختي هي البطاطا ديالي طابت، اللي باغا نشارك بالاساس هي هذه اللي باغا نشارك معكم، اما الحوت ما شاء الله راكم كلكم تتصاوبوا، الشيء الاخر كلكم تتصاوبوا، نبغيكم ديروا هذه للوليدات الصغار. هذا الزيتون قطعته، المهم هذه راكم عارفين مطيشه شلاضه، هذاك حوت. انا عاد غنبدا نقد معاكم خطوه بخطوه ماكله صيفيه للحبابات ديالي. هاتوما هذا زعلوك، غنديرو عادي زربن خنفن، ندير فيه توما هاتوما، ما درتوش حتى فين غنديرو، درتو في هاد الكاسرونه هادي بالزربه. هادي مليحه بالزربه ما كاينش. هاك الدراري راه محيحين باغينا نوضو خلاص للبحر، شويه الثومه البودره ها هو، راه واخا هكاك انا راه متنسلقو ما حتى حاجه من فورو ما والو، نيشان قطيره الزيت، فلفله حمراء، هذا شويه الابزار، هاو شويه رانا بدل حتى يا الناس، هذا شويه زيت الزيتون،
صافي تنقص البوطه تنخليها الشمعه ها هي. انا غادي نقطع الربيع مزيان مزيان ها نتوما ها هو الزعلوك وغادي يجي واعر. اختي بغيت نصاوب المايونيز البيض يلا هضر في راسي طايرات الخل باش حيد ليا ديك الزفوريه ديال البيض شي مشكلة درت فيها الخل بسم الله انا باش ما نديرش لكم الصداع انا كيما نخلطها انا غنديرها مع الخواتات ديالي طلعت المايونيز واعره علاش واقيلا راه ما قطعتش المهم هاتوما باش منكترش عليكم بطاطا بطاطا في المستوى جت يعني بطاطا صغيره انا ماشي جتها كانت عندي في الدار داكشي اللي كاين عندنا في الدار تنقديو بيه باش ما نكونوش يعني خاصنا نخرجوا نقلبوا خاصنا نشريو خاصنا داكشي اللي في الدار تنقدي به انا نكذب عليكم تنضيباني ها ما لقيتش مايونيز درتها كاين الزيتون كاين هذا الدرا هذا كيف تشوفوا ها هو ها هو فينا ايوا نو يا يلا هاتوا معايا اشنو غندير ونوريكم كلشي فلفل حمراء فلفل خضراء هاتوا يا احلى ناس ديالي يا احلى متبعين ديالي اللي درتها في داري حاجه بسيطه اللي كاينه في الدار اللي كاينه في الثلاجه نقلبها نصيبها نضيب اني بيها ماكله زويونه سمعتوني هاتوا ها فلفل خضراء لحتها حتى هي او مومنتوم يلا المايونيز طلعت يا سلام هاتوا اختي شوفوا شوفوا اختي المايونيز كي طلعت ما شاء الله هاتوا شتوها طلعت فنه 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 هاتوا اختي هاتوا اختي علاش لا ما ديروش للوليدات هاد الاكله هذه الزويونه ما شاء الله رشها بشويه د الملح ها انتوما اما الخل رانا دايراه في المايونيز المهم انا فاش ندير التقديم انا مع الخواتات ها انتم اختي ها هي كيف تشوفوا رانا بديت ايوا نتمنىكم ديروها الوليدات فيها الزيتون فيها الذرة فيها الفلفل الحمراء فيها الفلفل الخضراء ها انتم اختي ها انتم تشوفوا هاد الماكله ديال الصيف راه ولدي نزار رحمه الله وعندي شديه في المانيا العائلة نو بلاتي دابا مالك كان يزر واقف في القبح الشاوش سير داك سير داك لاص كوميدور أرا أو الاخوات ديالي انا ساليت الاكله ديالي اللي درت واللي شاركتها معكم يا سلام جات غزاله يا سلام نتمنىكم ديروها وفضل الله ليس امرا نديروا لنجيم ما تبخلوش علينا ما تبخلوش علينا يلا تنشكركم بزاف 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 تهلاو ليا فراسكم اديوس